أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا أيها الإخوة المؤمنون في الحلقات السابقة عن صفات المؤمنين بأربع آيات، ثم عرف الله تبارك وتعالى أحوال الكافرين بآيتين فقط، لأن أمرهم واضح، يعلنون أنهم لا يطيعون الله ورسوله ويطيعون أهواءهم، ويعلنون أنهم لا دينيين، يعني ما لهم دين، فليس لهم دين من أديان التي السماوية، إنما هم على دين الشيطان التي اخترعها لهم اليهود والمخربون والمفسدون في الأرض. والآن سنتحدث، أو القرآن يبين لنا أوضاع الصنف الثالث من البشرية، وهم منافقون. الصنف الأول مؤمنون، يقابلهم الصنف الثاني وهم الكافرون، والذين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء هم المنافقون، وهم الصنف الثالث من البشرية. ولا يوجد أحد من البشرية إلا يتصف بصفة الإيمان أو بصفة الكفر أو النفاق الذي يسميه العامة بيلعب على الحبلين. إذا تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات، وجاء بعدها وصف الكافرين بآيتين. أما المنافقون فحالهم معقد أكثر، وربما يلتبس على بعض الناس الذين لا يعرفون مسالك الحق بشكل واضح، فيلتبس عليهم أمر المنافقين فيظنونهم من المؤمنين، فيسيرون وراءهم ويجعلونهم قادتهم، فيخوضوا معهم بالنفاق والعياذ بالله تعالى، ولا يدرون أنهم كافرون. ولما كان أمر المنافقين يشتبه على كثير من الناس، أطنب الله في ذكرهم بصفات متعددة كلها نفاق، ذكرهم في هذه السورة بعدد كثير من الآيات، وذكرهم أيضا في سور أخرى، حتى أنزل فيهم سورة باسمهم سماها سورة المنافقين، وذكرهم أيضا الله تبارك وتعالى في سورة براءة وفي سورة النور وفي سورة النساء، حتى يتبين وضعهم ولا يشتبه على المؤمنين. المؤمنون الخلص لا يشتبه عليهم أمر المنافقين فيحذرونهم، وأيضا من كان على غير بينة وعلى غير وضع يفهم فيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمور الأساسية فيه، إذا كان لا يفهمها بشكل جيد، عندما يقرأ أوضاع المنافقين يحاسب نفسه وينتبه إلى نفسه حتى لا يقع في النفاق، فإذا انتبه وخاف أن لا يقع في النفاق يبتعد عن النفاق ولا يكون من المنافقين بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا تساهل ولم يدري ما هي صفاتهم، فربما يكون هو من أكبر المنافقين، وهو يظن نفسه أنه مخلص الأمة، وأنه ينقذهم، وأنه يقتلهم بالدبابات والطائرات من أجل أن يجعلهم صالحين، وهو والعياذ بالله تعالى يقتلهم نيابة عن اليهود المجرمين المفسدين في الأرض، ونيابة عن أذناب اليهود من الحكومات المتصهينة في العالم. فنبدأ أولا ببيان معنى النفاق. النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر، يعني في سره شر، وفي ظاهره يظهر منه الخير على لسانه وفي تصرفاته وسلوكه. النفاق لم يظهر في مكة، لأن الكافر يجهر بكفره ولا يخاف شيئا، بل كان المؤمنون عندما يعذبون من قبل الإرهابيين من الكفار ليخضعونهم لسلطانهم ولئلا يخرجوا عن سلطانهم إلى سلطان الله فيطيعون ربهم ويقولون ربي الله،
كان المؤمنون الضعفاء يخافون من التعذيب فيكتمون إيمانهم ويسرون إيمانهم ولا يتظاهرون أمام الكفار بشيء من الإيمان وبإعلان طاعة الله وتقديس الله تبارك وتعالى وحب رسوله. أما ظهور النفاق فكان في المدينة عندما كان هناك للمسلمين قوة وسطوة، ظهر النفاق. المشركون في المدينة وجدوا أنهم لا يحصلون مصالحهم إذا بقوا على النفاق، لأن أكثرية الناس صاروا مؤمنين يطيعون الله ورسوله، فإذا بقوا مكشوفين هكذا يعاندون الله ورسوله تضيع مصالحهم الدنيوية، وهم إنما يطيعون المخلوق ويعصون الخالق من أجل مصالحهم الدنيوية، فلذلك اضطروا لإظهار النفاق، إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهم لا يحبون شرع الله ولا يحبون أن يطيعوا الله ورسوله. ولذلك كثير من المنافقين في العصر الحاضر يتكلمون بأشياء أنهم مع الله وأنهم يحبون الله ورسوله، وقد يقول قائلهم راح في ذا الله والنبي، كذاب، يبذل روحه في سبيل طاغية ويبذل كلامه في تقديس وتمجيد إنسان، ولا يطيع الله بل لا يحب النظام الذي يوجد في الأرض وفيه طاعة الله، لأنه يخشى عن شهواته، يخشى على شهواته ومصالحه، يخشى أن يقول له الإنسان في المجتمع المسلم لا تزني، الزنا حرام، لا يريد أن يعيش في الأرض فسادا يعني يتباهى في هذا، يقول له الناس لا تسرق، السرقة حرام، الربا حرام، لا يريد هذا، ولذلك لا يحب ما أنزل الله ولا يحب الناس الذين يدعون إلى طاعة الله تبارك وتعالى. وإن كان يعلم في قرارة نفسه أن الله هو الخالق والبالك ولا يأمر إلا بكل خير، ولكن هو يريد الخير لنفسه في الدنيا وهو يظن أنه يحصل هذا الخير. فإبطان الشر وإظهار الخير هذا هو النفاق، وهذا هو ما وجد في المدينة خاصة بعد غزوة بدر، عندما جاء المشركون بثلاثة أضعاف المسلمين وقاتلوهم، فهرب المشركون أمام هؤلاء القلة 314 من المسلمين. قال رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول هذا أمر قد أمر، يعني شغل لابد منه، استقر الإسلام، فأظهر الإسلام وأبطل الكفر هو ومن كان على نهجه. فقلوبهم هؤلاء المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قلوبهم وطاعتهم مع يهودا، وظاهرهم مع المسلمين. كان عبد الله بن أبي رئيس المنافقين كان يقوم عندما يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطبة ويقول أيها المسلمون أيها المؤمنون أنصتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى إثباها أنه يعني يأمرهم بأن يسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ظهر نفاقه في غزوة أحد، ورجع هو وأصحابه من الغزوة ولم يدافعوا مع المسلمين، وأنزل الله فيهم ما أنزل من آيات النفاق. عندما قام في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول للناس اسمعوا إلى رسول الله، جذبه عمر من خلفه وأجلسه في الأرض وقال له اسكت يا منافق، المؤمنون يستمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون كلامك. فهو يقول هذا لأنه يظهر أنه مسلم من أجل أن يخدع المسلمين، وهو يخدع نفسه لأنه يظن أنه ينال كل شيء بهذا الفعل، وهو ينال من الدنيا ما يريد، وأما الآخرة فيقول أنه مؤمن بها ولو كان مؤمن بها إيمانا حقيقيا كما ذكر الله عن المؤمنين وبالآخرة هم يوقنون، لو كان مصدقا تصديقا صحيحا أن هذا الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأن ما أخبر به القرآن وما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحق، لكان مطيعا لله ورسوله بإخلاص، ولكن قلبه وطاعته مع يهود. وأيضا المنافقون في القرن العشرين يظهرون أنهم مؤمنون، وأنهم لماذا تكفرهم يا أخي أنتم تكفيريون، وقلوبهم مع اليهود بشكل مباشر أو مع الحكومات الصهيونية التي هي أذناب لليهود وحمير لليهود. ولذلك نرى أن بعض الدول والأنظمة في الخليج أو في غيرها
عندما تأمرهم أذناب الصهيونية كأمريكا وغيرها أن يدفعوا للعساكر الذي يتسلطون على الأرض ويفسدون نظاما يسير إلى حد ما في ترك الناس بحريتهم أن يطيعوا الله ورسوله، نجد هذه الحكومات الفاجرة التي هي وإن زعمت أنهم مؤمنون بالله ويطيعون الله وإن صلوا وإن صاموا، نراهم يقدمون لهم المليارات ليساعدون الطغاة في التسلط على المسلمين، ونرى المفاتي الضالين المضللين يفتون بأن هؤلاء الطغاة الذين يقتلون المؤمنين والمؤمنات أنهم على الحق وعليهم أن يضربوهم ويفتكوا بهم. هذا لا يفعله إنسان مؤمن بل إنسان منافق. نقول منافق لأنه يدعي الإسلام وربما ظهرهم مظاهر الإسلام وربما لبس العمة والجبة وكذا وظنه الناس أنه من علماء الدين وهو من علماء الشياطين والعياذ بالله تعالى. فربنا تبارك وتعالى أطنب في ذكر النفاق حتى نعرفهم بصفاتهم فنأخذ حذرنا منهم، وأيضا حتى ننتبه لأنفسنا ألا نخوض في النفاق ونحن نظن أننا نحسن صنعا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. نبدأ الآن بالآيات. ومن الناس من يقول آمنا أي صدقنا بالله، آمنا بالله ربا وإلها ومعبودا ومطاعا، آمنا بالله واليوم الآخر. وباليوم الآخر يعني إيمانهم باليوم الآخر أيضا، ليس إيمانهم بالله لا، في الحساب أيضا. يكذبهم الله ويقول وما هم بمؤمنين، كذابين. هذا إيمان باللسان، ولك روح في الله والنبي كذاب. هذا يتاجر لينال من المجتمع المسلم ما يريد من إفساد ومن الوصول إلى مصالحه الخاصة. وما هم بمؤمنين، ليسوا بمؤمنين حقيقة. المؤمن حقيقة أن يؤمن بأن الله هو الذي يستحق الطاعة وحده، وليس الطاعة لليهود أو لأذناب اليهود عندما يأمرون أمرا أو ينشرون فكرا يطيعه ثم يترك طاعة الله والرسول. طاعة الله والرسول واضحة، القرآن واضح والسنة واضحة. فكل من دعا إلى طاعة غير الله وكل من اتهم أنه من يريد إقامة أمر الله في أرض الله بين المسلمين الذين هم أكثرية، كل من أراد أن يبعدهم عن أخذ حريتهم في طاعة الله تبارك وتعالى فهو إن أظهر ذلك ولو صلى ولو صام فهو كافر، هكذا يدل القرآن. وإن قال إنه مؤمن فإنما يقول هذا مخادعة لله والرسول، ولذلك كذبهم الله وقالوا وما هم بمؤمنين، ثم بيّن أن أقوالهم هذه إنما هي ليست حقيقة وإنما هي مخادعة. ولذلك في آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله، يعني يقولون هذا بلسانهم، والله يشهد، انظروا تتمت السورة والله الآية، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن هم كذابون، لا يؤمنون بالله والرسول، إيمانهم هذا شكلي وظاهري، يدعونه ادعاء، ولو كانوا يؤمنون إيمانا حقيقيا لأطاعوا الله وأطاعوا الرسول ولم يقتلوا المؤمنين لحساب أعداء الله والعياذ بالله تعالى. ثم قال سبحانه يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله والذين آمنوا، أي بقولهم هذا أننا مؤمنون وأننا نحب الله والرسول وأننا نريد الخير، هذا خداع ومكر، إنما يفعلونه من أجل أن يظن المؤمنون أنهم مؤمنون فعلا مثلهم، وليصلوا في هذا الخداع إلى مصالحهم، فيظنوا أنفسهم شاطرين ما يقولوا في بعض البلدان فهلوية، يعني شاطرين بأمن مصالحهم، حلال على الشاطر ولا لا، هذه ليست شطارة، عم يخدعوا أنفسهم، لأنهم يوم القيامة سيكونون خالدين في جهنم. وأين في جهنم؟ وين؟ الدرك الأسفل من النار. لا نقول نحن هذا، إنما رب العزة منزل هذا القرآن الذي يزعمون أنهم يؤمنون به. رب العزة يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار،
إذن هم عندما ظنوا أنهم يخدعون المؤمنين ما خدعوا المؤمنين، خدعوا أنفسهم. وعندما ظنوا أنهم هذا ينطلي على الله، بقولوا مؤمنين ومآمنين، خلاص الله بده يدخلهم الجنة ضمنوها، إنما يخدعون أنفسهم فسيدخلهم الله النار. ونص على هذا في كتابه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه إذ يمهلهم في الدنيا إنما يستدرجهم ليزدادوا إثما، قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالله تبارك وتعالى يفعل ما يريد، أما هم يخرجون عن الحق الذي أنزله الله ويظنون أنهم يفعلون ما يريدون ويظنون أنهم سيحققون ما يريدون، ولكنهم يحققون مضرتهم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يبين الله تبارك وتعالى وضعهم وصفاتهم القلبية وخوفهم وترددهم وحيرتهم وأمراضهم النفسية القلبية، يبينها الله بعد ذلك في آيات متعددة حتى ينتبه المنافق إلى نفاقه ويستعمل عقله، فيعلم أنه عندما يخادع الله، الله لا يخدع، يعلم ما في نيته وما في قصده. عندما يأتي كان بعض الأشخاص والعياذ بالله تعالى مبعوثين من قبل المتسلطين الإرهابيين إلى المساجد عندما كنا ندرس، يأتي وهو لا يصلي، يأتي فيصلي ويجلس على الدرس ليستمع، ولكن لم يأتي هذا ليصلي، نحن لا ندري عنه شيئا، أتى ليكتب ماذا قال الشيخ فلان فيخبر آلهته، كما كان يفعل المنافقون مع اليهود، يذهبون فيخبرونهم هكذا قال وهكذا فعل، ماذا نفعل وماذا نقول، فيسيرون على هدي اليهود وهم يزعمون أنهم يصلون ويحضرون المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يفعل المنافقون في العصر الحاضر. تظنه قد أتى إليك لأنه يريد أن يطيع الله تبارك وتعالى ويصلي، وهو لم يدخل ليصلي، إنما يدخل ليتجسس عليك أيها المؤمن وعلى غيرك من المؤمنين، وخاصة قادة المؤمنين وعلمائهم، حتى يعرفوا كيف يفسدون في الأرض وكيف يبعدون الناس عن دين الله وعن أمر الله تبارك وتعالى. إذن المنافقون يخدعون أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يشعرون، ما يعلمون أنهم يخدعون أنفسهم، يظنون أنهم فهلوية شاطرين دبروا مصالحهم، ضحك على فلان عمل كذا، ظنوه من المؤمنين، قدسه الناس، لحط لفة كبيرة وسار وراءه الناس. لا يا أخي لا، ربما يفضحهم الله في الدنيا قبل الآخرة. ركبت في الباخرة من أيام، فجاءت بعض النسوة تقول لي فلان نعوذ بالله من شره كان يدعونا إلى التبرع فنتبرأ ونحضر دروسه ولا نترك له درس، وإذا به شرذير خنزير، هكذا قالت النساء وأنا في الباخرة، شرذير خنزير كان يتكلم ويثني على فلان، وتبين أن فلان طاغية دمر بيوتنا وخرب منازلنا وهتك أعراضنا وكذا وكذا، هذا فلان هذا عبد لفلان من الطغاة وليس عبدا لله، نحن نغشينا، كان لفته كبيرة وكان كذا نغشينا فيه. انظر يا أخي كيف فضح الله هذا المنافق الذي يفتي الناس بغير أمر الله، ويفتيهم كما قلت في حق غيره فتوى يهودية وليست فتوى إسلامية، لأن هذا الطاغية يقتل المسلمين لحساب لمصلحة إسرائيل نيابة عنهم، وهو يؤيده والعياذ بالله تعالى. فهو لا يدري أنه يخادع الله والرسول والذين آمنوا. الله ربما يكشفه في الدنيا إذا كان المسلمون يعودون إلى كتاب ربهم ويعلمون من هو الإله الحق، ليس فرعون الطاغية، إنما هو الله خالق الكائنات، الله العليم بكل شيء، الله الخبير، الله اللطيف، الله الخالق المالك، هو الذي له الطاعة. فإذا هم يخدعون أنفسهم، قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، أي خديعتهم مردودة عليهم. والخديعة يا إخوان تكون من تصرفات الضعيف، ولكن ذكر الله هذه الصفة بمقابلة صفتهم، يخادعون الله وهو خادعهم، يخدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، لأن الله تبارك وتعالى عندما يملي لهم
فكأنه جزاهم على فعلهم بالخديعة ما يرون أنفسهم إلا وهم على حافة القبر، ينزلون في القبر ويأتي منكر ونكير من الملائكة، ويعلمون أنهم كافرون خالدون في جهنم منذ أن ينزلوا في القبر ويأتيهم ملك الموت منكر ونكير. يعلمون هذا فيظنون أنهم خدعوا أنفسهم وضيعوا الحياة الحقيقية الباقية في الآخرة، كما ضيعوا الدنيا كما ستأتي في الآيات، ضيعوا الدنيا لم يحصلوا فيها إلا الهم والخوف والعذاب النفسي. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. نقف عند هذه الآية وننهي الحلقة، لنبدأها إن شاء الله في حلقة قادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على الحق، وأن يبصرنا حقائق تنزيله حتى نستقيم على أمره، فاستقم كما أمرت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.